السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب الاجتماعيات للسنة الأولى ثانوي إعدادي. إذا اليوم عندنا الصفحة 90 في درس تمثيل الإحداثيات الجغرافية والتدرب على رسمها. إذا أتدرب على تطبيق تحديد درجات الخطوط. إذن في الحصة السابقة تعرفنا على استعمال المنقالة وكيفاش يمكننا نحددو يعني واحد الخط ديال الطول ولا واحد الخط ديال العرض. إذن هنا في هذه الوثيقة 3 والوثيقة 4 طريقة تحديد درجات الطول أو درجات العرض. هنا هذه في الحقيقة الطريقة السهلة والبسيطة واللي كتفهم مزيان ديك الشيء اللي تكلمنا عليه الحصة السابقة، هو أننا كنوضع المنقالة يعني في صفر درجة اللي هي خط غرينيتش، ثم نحدد الزاوية اللي بغينا. إذا بغينا 30 درجة غنحطو 30 درجة، بغينا 50 درجة 50، بغينا 90 درجة وهكذا. هذا بالنسبة لخطوط الطول. كذلك بالنسبة لخطوط العرض كنحطو المنقالة والمركز ديالها في مركز الأرض. إذا المركز، لاحظ المركز المنقالة خصو يكون في مركز الأرض، كذلك هنا المركز المنقالة خصو يكون في مركز الأرض، ودرجة الصفر خصها تكون عند خط الاستواء، ثم بعد ذلك نحدد الدرجة التي نريد، وهاد ديك الدرجة هي التي تمثل دائرة العرض. وإلا بغينا في الجهة الأسفل كذلك نقلب المنقالة وغادي نحددو. إذا هذا هو يعني هنا المطلوب هو أننا نرسم هاد الشكلين في الدفتر ونتدرب على تطبيق طريقة تحديد خطوط الطول وخطوط العرض. إذا هنا يعني يمكن مثلا، إذن هنايا غادي نحاولو نرسمو واحد الخط ديال الطول. إذن هذه مثلا الكرة الأرضية، هذا مركز الكرة الأرضية. هنايا بطبيعة الحال هذه نظرة ليست يعني ما بغيناش نرسمو هذه على شكل دائرة، حاولنا نرسموها كيما هنايا. إذن هذا هو مركز الأرض، خط غرينيتش. إذن لاحظوا هو هذا، إذن غنفترضوا بأن حنا هذا هو خط غرينيتش. إذن هذا اللي بالخط المتقطع خط غرينيتش. هنايا كاينه صفر درجة. إذا مثلا بغيت نمثل، أنا بغيت نمثل واحد الخط ديال 30 درجة. إذا كنحط المركز ديال المنقالة على المركز ديال الأرض، ثم كنبدا من زيرو. إذا هنايا نشوف، إذا هنا من صفر، إذا صفر، وخصني هذا الخط هذا ديال المنقالة يكون مطابق لخط غرينيتش، ثم كنمشي كنقلب على 30 درجة. إذا هذه هي 30 درجة. إذا هذا الخط هذا ديال الطول اللي غادي نرسم دابا هو يوافق، إذا يوافق ماذا؟ يوافق خط الطول. إذا هنايا وهنا خط الطول، خط إذا هو اللي غادي يكون، حنا غادي نحاولوا ما أمكن غادي هذه القطب، إذا غادي يكون بحال هكا. كذلك إذا هنا عندنا 30 درجة، عاوتاني بغيت 60 درجة، ثم إلى آخره. إذا هكذا هذه طريقة يعني اللي بغى يرسم هذا الشكل، هذه الأشكال، وهذا الشيء يمكننا نطبقه على خطوط العرض. إذا ننتقل إلى النشاط الثالث. إذا أتدرب على رسم الإحداثيات الجغرافية، أتتبع تنفيذ الخطوات الآتية لأتعلم مهارات رسم الإحداثيات الجغرافية. إذا هنا أحضر ورقة ملمترية. إذا حنا ما استعملناش ورق ملمتري، ولكن استعملنا ورقة ديال الدفتر. أحضر أقلاما، مسطرة، ممحات. إذا أرسم إطارا ذا مقياس 9 على 18. إذا 9 في نظركم فين غنديروها؟ إذا 9 خصها تكون بالنسبة لخطوط العرض، و 18 بالنسبة لخطوط الطول. إذا هكذا، إذا هنايا حاولنا ناخذ 9 ديال السنتيمتر، وفي هذا الطول 118 سنتيمتر. إذا ثم بعد ذلك شنو غادي نديرو؟ أحدد مقياس الخط الأفقي ومقياس الخط العمودي. إذا هذا اللي رسم أنا بالأحمر هو خط غرينيتش اللي كيمثل صفر درجة، إذا هذا هو صفر درجة على خط غرينيتش، وهذا اللي باللون الأزرق هو صفر درجة ديال خط، إذا هذا خط الاستواء وهذا خط غرينيتش. إذا دابا هنايا شنو قالوا لنا المقياس؟ إذا شحال غادي نديرو
مقياس، غادي نديرو كل سنتيمتر بالنسبة لخط الطول تساوي 10 درجات، وبالنسبة كذلك للخط الخط الطول، أي إن هذا خط الطول، هذا خط العرض كذلك 10 درجات. دابا إلا بغينا نشوفو عندنا 10 20 30 40، إذن عفوا عندنا 20 درجة، يعني هذا المربع الصغير هو الذي يمثل 10 درجات، إذن هذا الكارو الصغير نصف سنتيمتر، إذن هذا يمثل 10 درجات وهذا 10 درجات. دابا إلا بغينا نحسبو عندنا 1 2 3 4 4.5، يعني إلا بغينا 20 درجة 40 60 80 90، كذلك عندنا 90 فوق، ولهذا حنا عدد خطوط الطول اللي كاينة عندنا آخر خطوط العرض، إذا عندنا 90 فوق خط الاستواء وعندنا 90 درجة تحت خط الاستواء. عاوتاني هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كل وحدة فيها 20، يعني شحال عندنا هنا؟ 180، لأن 9 × 20 = 180. عاوتاني لهاد الجيه عندنا 180، داكشي علاش قالوا لينا خصنا 18 سنتيمتر على 9 سنتيمتر، يعني ما جاتش اعتباطية، وإنما داكشي باش يجينا الحساب هو هذا. إذا دابا غادي نشوفو أرسم الخطوط العرضية خط الاستواء مدار السرطان ومدار الجدي. إذا هنا إذا بالنسبة للخط الاستواء، خط الاستواء حنا راح نرسمناه هو هذا اللي هو الخط الأزرق. بالنسبة لمدار السرطان ومدار الجدي فهما كيوقعوا على درجة 23.5 تقريبا درجة، وبالتالي حنا ما غاديش نقدروا نديروا داكشي مضبوط، غادي نحاولوا. إذا شنو قلنا؟ إذا قلنا هنا 20، كل مربع كيمثل 20، إذا هنا 10، إذا غادي تجي تقريبا هكا. إذا هذا هو مدار إذا مدار السرطان، وعندنا مدار الجدي غادي يكون هو اللي في الأسفل. إذا هنا غادي نرسمو الخطوط اللي كتمثل، واخا هي ما مضبوطاش صراحة، ماشي بحال اللي غنمثلو بعد لحظات. إذا غنرسمو حتى هما بنفس اللون. إذا هذا هو مدار السرطان الجدي عفوا، وهذا هو مدار السرطان الذي يوجد شمال خط الاستواء في درجة 23 درجة. إذا هذا مدار السرطان، وهذا مدار الجدي، وهذا خط الاستواء. إذا 23 تقريبا 23.5 درجة. إذا أرسم الخطوط 30 و 60 و 90 شمال وجنوب خط الاستواء، إذا غنمثلو 30 درجة. إذا غادي تكون شحال قلنا هنا؟ 20، إذا هذه هي 30 درجة، إذا فوق مدار السرطان، إذا هذه هي 30 درجة فوق خط الاستواء. ثم 60 درجة، إذا هذه 30 وفوق خط المدار مدار السرطان كذلك، إذا هنايا خط 60، دونك 60 درجة، وعندنا 90 درجة غادي يكون هو بطبيعة الحال الخط العلوي كاع، لأن وصلنا ل 90 درجة هنايا، هنايا 60 درجة، وهنايا 30 درجة. إذا نفس الشيء غادي نديرو بالنسبة لتحت خط الاستواء، إذا هادي 30 درجة، ثم 60 درجة، ثم 90 درجة. 90 درجة يعني كنهضرو على القطب الجنوبي، إذا عندنا هنا 30 درجة 60 درجة 90 درجة. إذا هذا بالنسبة لخطوط العرض. غادي نمشيو لخطوط الطول. إذا خطوط الطول شنو قالو لينا؟ نمثلو أرسمو الخط الطول الأساسي اللي هو خط غرينيتش، وخطوط الطول إذا غنمثلو 30 و 60 و 90 و 150 و 180، هادشي غرب وشرق خط الاستواء. إذا
غادي نبداو ب 30. اذا 30، اذا هذه هي الصفر. دابا هذه هي الصفر، اذا هذا هو خط غرينيتش الذي يمثل الصفر. اذا 30 غتكون هي هذه هي خط غرب. اذا هنا غرب وهنا 30 شرق. ها دونك عفوا، لا هذا الشرق وهذا غرب. اذا هذه 30 هنا 30 ويست وهنا 30 است. اذا ثم شنو قالوا لينا ايضا 60. اذا 60 غادي تكون هي هذه حسب المقياس اللي خدينا. ثم 90 غادي تكون هي هذه. مية وخمسين، إذا 30 60 90 120، هذه هي 150. ثم 180، 180 غادي نوصلو للخط الصفر، أولا هو خط غادي يتلقى، غادي يكون مقابل ديال الصفر، خط غرينيتش الجهة الأخرى. إذا هنايا 30، عاوتاني هذه 30 شرق، هذه 60 شرق، هذه 90 شرق خط غرينيتش، ثم 150 شرق خط غرينيتش، ثم 180. إذن هذا الأخير هو 180 بحال بالنسبة ل 90 ديال. إذن هنا 60 90 150 ثم 180، هادو كلهم شرق، وهذه 60 90 150 درجة، ثم 180 درجة، كلهم درجات. هذه ويست ستادير غرب. إذن هذا هو التمثيل المطلوب في هذه. إذن هنا يلاحظوا بالنسبة للخط مدار السرطان هو بالضبط 23.27، ولكن حنايا درنا 23.5، انما 27 صعيب باش ندققوها، ولهذا خدينا غير النص. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الصفحه، هذه صفحه 90 من كتاب في رحاب الاجتماعيات، ماده الجغرافيا، السنه الاولى ثانوي اعدادي.